السلام عليكم. زكاة الفطر تجب على كل مسلم عنده زيادة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، وتخرج عن الكبير والصغير ذكرا كان أو أنثى، وتخرج من قوت أهل البلد كالتمر والعدس والأرز والقمح وغيرها، ويبدأ وقت إخراجها من مغرب اليوم 28 من رمضان وينتهي مع خطبة العيد. ولا تخرج مالا، ولا تخرج عمن لا تجب عليك نفقته إلا بإذنه، وتدفع للفقراء والمساكين من المسلمين فقط، ومقدارها صاع عن كل شخص. والسؤال الآن، ما هو الصاع؟ الصاع هو وحدة قياس حجمية وليست وحدة قياس وزن، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد الواحد يساوي حفنة بكفي رجل معتدل الخلقة. ويوجد اليوم مد للصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد قيس به ما يعادل الصاع، فكانت سعة الصاع النبوي تساوي 3280 ملي لتر. والصاع لا يمكن أن يضبط بوزن محدد، لأن الوزن يختلف باختلاف كثافة الموزون، فمثلا يختلف وزن صاع من تمر عن صاع من أرز. والخلاصة، وبعد الكيل بالصاع النبوي ثم الوزن بالمقياس الإلكتروني الدقيق، ظهر أن الوزن يتراوح ما بين 2200 جرام إلى 2800 جرام، باختلاف المأكولات الموزونة كأنواع مختلفة من التمر المجفف والمكنوز والأرز والقمح والعدس والجريش والطحين وغيرها. فالأحوط إخراج 3000 جرام عن كل شخص من أي نوع من أنواع الأطعمة المجزئة. فإن كان الصاع 2200 جرام فهي زكاة الفطر الواجبة، والـ800 جرام الزائدة صدقة، وهكذا.